بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. آيات القرآن الكريم دروس ومعاني نورانية، آيات بتعلمنا إزاي نعبد ربنا، وآيات تعلمنا أهم الدروس الأخلاقية. كتاب الله دستورنا ومنهجنا في حياتنا، أعظم الرسالات السماوية، درس وعبرة وقانون إلهي لكل معاملاتنا وتعاملاتنا الشخصية، أخلاق وأداب وكل التفاصيل التربوية، وتصحيح مفاهيمنا السلوكية هنرجع لها ونفهم معانيها من كتاب الله وآياته القرآنية. النهاردة هنتكلم عن خلق مهم جدا، وهو الأحسان في القرآن الكريم، مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. القرآن الكريم ما سبش حاجة ولا ثغرة صغيرة في حياتنا إلا وجهنا للطريق الصح فيها. كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الكلام اللي بيفتح لنا الطريق وينور لنا طريقنا. الأحسان ذكر في القرآن الكريم إزاي؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله عز وجل ذكر الإحسان في القرآن الكريم كثيرا، بل جعل وجودنا في هذه الدنيا هو سباق إحسان. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجعل الإحسان هو مشروع الإنسان. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أول حاجة طبعا، وبعدين عد تمانية بقى: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. الله، فكأنه إحنا في الدنيا سباق إحسان مش سباق عمل، يعني سباق إحسان عمل. كيف أحسن عملي؟ يلا بينا نحرر مصطلح الإحسان في القرآن الكريم. مصطلح الإحسان ورد على أربعة معاني. المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان، يعني لما ربنا يقول لي والله يحب المحسنين، معناها الله عز وجل يحب المتقنين، لأن ربنا يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ده سر مهم جدا، وده أحد سنن الله الكونية، اللي هيتقن هيلاقي بصرف النظر عن ديانته. يبقى المعنى الأول للإحسان الإتقان. المعنى الثاني للإحسان المراقبة، والله يحب المحسنين أي المراقبين لله رب العالمين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد سيدنا جبريل أن يلخص لنا أمور الدين في ثلاث محاور، مشهد عظيم جدا، يعني تخيل حضرتك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة، فالصحابة بيقولوا: فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه واحد منا، حد غريب، يعني معنى ذلك مسافر، بس مش باين عليه هيئة المسافرين، يعني هدومه كأنها يعني آخر حلاوة، شعره كل جميل، حاجة مظبوطة مظبوطة قوي، ففين مجهود السفر وتعب السفر وأشعث في السفر إلى آخره، لكن لا مش باين عليه خالص. وبعدين جاء قاعد قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقترب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مست ركبتاه ركبتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له، وقال له: جئت أسألك. قال: سل. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فالصحابي يقول: فاستعجبنا، يسأله ويصدقه في لحظتها. طب أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فقال له: أركان الإسلام خمسة، وقال له: أركان الإيمان ستة، وقال له: أركان الإحسان اثنين. يبقى أنا كده عندي خمسة ستة اثنين، خمسة ستة اثنين، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ستة. قال: أخبرني. قال: صدقت. قال: أخبرني وما الإحسان؟ سيدنا النبي ما قالوش الإحسان الإتقان، إنما قالوا الإحسان مقامين: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أنا أشاهد ربي، أنا أشاهد ربي في الكلمة اللي بقولها،
أنا أشاهد ربي في النظرة اللي بنظرها، أنا أشاهد ربي في معاملتي لزوجتي، أنا أشاهد ربي في تربيتي لأولادي، أنا أشاهد ربي في اللقمة اللي بتدخل جوف أولادي، أنا أشاهد ربي في عملي هذا، أنا أشاهد ربي في معاملتي مع أي حد. فده اسمه مقام المشاهدة. طب ليه ما قالش الإتقان؟ قال لي إن هو ده أس الإتقان، أنا بشاهد ربنا في كل حاجة. ما أنت لما تبقى شايف إن ربنا موجود معاك في كل حاجة ومطلع عليك وشاهد عليك، وتبقى أنت بتراقب نفسك في إنك ما تعملش شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، أكيد هيبقى عندك إتقان. بس كده الله ينور عليك، يبقى كأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بخلاصة الشيء، أتى بأصل الشيء. ده اسمه مقام المشاهدة. طب أنا مش واصل إلى مقام المشاهدة، تمام؟ أنا بروح أعود المريض لله، أنا أطعم الطعام لله، أنا أحسن إلى المسكين لله، لأني شايف ربنا فيه. ولذلك ربنا يقول لي إيه في الحديث القدسي؟ يا ابن آدم مريضت فلم تعودني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى أنا أشاهد ربي في كل شيء، شاهد ربنا في كل حاجة، ده اسمه مقام المشاهدة. طب أنا مش واصل للمقام ده، ده مقام امتياز مع مرتبة الشرف، ربما أكون ضعيفا. خلاص أنت مش واصل لمقام المشاهدة، يبقى أنزل إلى مقام المراقبة. وناخد التليفون وناخد التليفون. أستاذ سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا عاوز أسألك سؤال. تفضل. أنت ربنا خالق بيوم صافي، لا بوش تراب ولا هوا ولا بيع خالص. مش سامعة. طب حاول تكلمنا مرة تانية. أستاذ أحمد. أيوة مع حضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا رب. أستاذين كنت أكلم حضرت الشيخ. تفضل. إزاي حضرتك حضرت الشيخ؟ الله يسلمك أستاذ أحمد. جزاك الله كل خير عن الإسلام وعن المسلمين كلهم جميعا إن شاء الله يا فندم. ربنا يرضيك يا رب. الله يخليك. حسنا حضرتك بس في سؤالين بسرعة جدا. تفضل. أول سؤال، هل يجوز وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام إن أنا لما أجي أروح أعمل عمرة أعمل عمرة وأهب ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده أول سؤال. نعم. تاني سؤال، أنا قريت في وصف للملائكة إن سيدنا جبريل عليه السلام يعني كان وصفه جامد قوي، ويعني كان ضخم جدا وجناحه يعني عرض السماوات والارض وكده. فمعركه بدر ربنا قال ان هو رزق المسلمين ب 100,000 من الملائكه كمساعده ليهم في الحرب. طب ما اعتقد ان هو كان ملاك واحد بس كان كفايه ان هو يغطي الموضوع ده، يعني لو انا كلامي صح، يعني انا كلامك صح. انت صح ولا لا؟ كلامك صح. طيب بس هو ده كده السؤالين اللي عندي. حاضر. جدا وجزاك الله كل خير يا رب يرضيك. طب انا يا استاذ احمد، اول سؤال اللي هو هل ينفع ان احنا نعمل عمره ونهبها للرسول عليه افضل الصلاه والسلام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. انا ما عنديش مانع من ده، يعني ليس هناك حكم شرعي يمنع ان اهب عمره لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اهب عملا صالحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا النبي في غنى عن ذلك. صحيح. يعني بدلا من ذلك اعمل العمره لوالدك، اعملها لوالدتك، اعملها لجدك، اعملها لجدتك، لكن لا يوجد مانع شرعي من ذلك، لم يمنع النبي، ليس عندي نهي من القران الكريم، ليس عندي نهي عن ذلك. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنى عن ذلك، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولن يزيده ذلك منزلة عند ربه، فقد بلغ المنزلة الأعلى عند الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح من ليس حراما، لكن أولى بأنك تعمل العمرة لاحتياجه إلى ذلك لكثرة ذنوبنا، الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. طيب بيتكلم عن وصف سيدنا جبريل. نعم، وصف سيدنا جبريل ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه له 600 جناح وسد ما بين الافق، وجناح واحد حمل قرى سدوم والى اخره. فهو له سؤال ثاني بعد الوصف. طب حد بهذه القوه وهذه الضخامه وهذا العملاق العظيم محتاجين يبقوا 5,000 من الملائكه او 3,000 من الملائكه؟ في حكمه عشان ربنا يوصف. ما هو عشان كده العلماء قالوا انه فعلا تأييد الله بالملائكة للمؤمنين في غزوة بدر كان تأييد تثبيت، مش تأييد حقيقي، يعني ما نزلش الملائكة فقتلوا غير المسلمين ولا لا لا. ده كثير من العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا نعم هو ده الملائكة نزلت وحاربت مع المؤمنين في غزوة بدر، تمام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا
في الرعب. فبعض العلماء قالوا نزول حقيقي وحرب حقيقية مع المؤمنين، وكثير من العلماء قالوا إنما هو نزول تثبيت وتأييد. ولله المثل الأعلى، حضرتك رايح مكان معين وأنا لي فيه ناس كتيرة جدا جدا، أقول لك روح وأنا معاك وأنا في ظهرك وأنا أؤيدك وأنا أثبتك، فأنت تروح تقول أنا من طرف فلان فرايح حاسس بالقوة. فعشان كده وجهة نظرك صحيحة وأيدها الكثير من العلماء، إن النزول كان نزول تثبيت وتأييد وليس نزولا حقيقيا، فقد كان يكفي ملكا واحدا. طيب ناخد أستاذ عبدو. أستاذ عبدو تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. حضرتك أنا طلبت لشهادة، فالشهادة دي كانت هتضر يعني بأحد عندي في البيت جامد، فغصب عني يعني في الشهادة والدتي قالت لي ما تقولش كده عشان ما تضرش يعني أخوك وكده، فأنا ما قلتش الشهادة الصحيحة، ويعوقبها بعد كده اللي أنا في البيت بقت بسوء الأحوال معايا والأمور بتتعثر جامد جدا. هل ده من الشهادة؟ طب ويا ريت يا سيدنا الشيخ تقول لي بس اعمل ايه، لان والله كان غصب عني، انا كنت عايز اقول الحق بس يعني والدتي قالت لي كده هتأذي اقرب الناس ليك اللي هو يبقى اخويا. طيب حاضر، عند حضرتك اي سؤال تاني؟ شكرا. نشكرك يا سعاد، تفضل. فضلت. يقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل قال يا رسول الله على أي شيء أشهد؟ فأشار النبي إلى الشمس وقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يبقى أكبر كبيرة يعملها البني آدم أنه يشرك، بعد كبيرة الإشراك أن يعق والديه. طب إيه اللي يلي بقى الاثنين دول؟ وقاعد سيدنا النبي كأنه هيقول لنا حاجة رهيبة، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. شاهد الزور كارثة طبعا. أبدا بأي حال من الأحوال كان ينبغي أن تقول الحق حتى لو كان هيضر حد. طبعا والدتك بتقولك أنت بوس إيديها وبوس رجليها وبوس دماغها وقول الحق، فأخطأت حاول تصلح خطأك وتعطي كل ذي حق حقه ورد شهادة يعني الزور. يقول بقى ما دي لها بقى خلفيات احنا ما نعرفهاش. ايه الموضوع؟ هو بقى أدرى بحاله، زي ما شهد شهادة الزور يشهد شهادة الحق، زي ما ظلم حد يرد الحق إلى مستحقه. تمام. والكل المشاكل اللي حصلاله في البيت وارد، الله أعلم إيه اللي حصله ده يعلمه ربنا، لكن شهادة الزور لا تجوز، ده من أكبر الكبائر. ومش لازم أربط كل حاجة بتحصل لي بأمر زي كده خالص، ممكن نراجع نفسنا ونراجع أمورنا مع ربنا سبحانه وتعالى ونصلح أحوالنا. طب هو لو ما قدرش إن هو يعني يرجع يعني يقول تاني يصلح اللي هو إيه؟ مش حاجة اسمها ما قدرش، أقدر بس في المعصية ما قدرش كفارة؟ في الطاعة. ليها كفارة؟ ما فيش حاجة اسمها كفارة يعني. لازم طبعا. وانا نبقى سالكين قوي مهما كان اللي من مداخل الشيطان ان يسهل على الانسان فعل المعصية. فاذا اراد ان يتوب صعب عليه ذلك، لا خالص باي حال من الاحوال. وخليني قوي وهيعيني ربنا. ربنا اسمه الحق يا هاني. صحيح. وربنا اسمه الشهيد، فانا محتاج ان انا اخلي بالي من ده، لا ارد الحق الى مستحقه، والاعتراف بالحق خير من التمادي في الباطل. صحيح صحيح. مقام المراقبة. مقام المراقبة، أنا عندي مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. يبقى من الذي يرى؟ أنا أرى ربي. طب أنا مش قادر أصل إلى هذا، فإن لم تكن ترى فهو يراك، فإنه يراك. ده اسمه مقام المراقبة. فده المعنى الثاني من معاني الإحسان. يبقى المعنى الأول لازم نحفظ الكلام ده كويس أوي أوي. الإحسان ورد في ديني على أربعة معاني. المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان. المعنى الثاني الإحسان بمعنى المراقبة. المعنى الثالث الإحسان بمعنى حسن الخلق. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى الإحسان في الأخلاق ده يخليك مش تدخل الجنة بس، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لا ده أنت تبقى جنب سيدنا النبي
فقط هذا جنب سيدنا النبي وساكن في قصر. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ده كمان بيقول لك أنا هدي لك وثيقة وعقد هعقده معاك لك ثلاث أصول في الجنة. ده كأن سيدنا النبي يقول لنا يا جماعة تعالوا لما نعمل إيه؟ ثلاث أصول كل قصر له عمل. اللي هم في قصر في أسفل الجنة وقصر في وسط الجنة وقصر في أعلى الجنة. يعني درجات. درجات طبعا. وكمان ممكن أغير جو يا فندم. ما هو الجنة كده اللي نفسك فيه. ممكن أغير جو أبقى قاعد في أسفل الجنة. طب تمن القصر إيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم. زعيم يعني ضامن. بيت. بيت يعني قصر. في ربط يعني أسفل الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدال. حضرتك مثلا احنا بنتحاور مع بعض مثلا ففي اقتناع بيننا وبين بعض. حضرتك بتقتنع بكلامي انا اقتنع بكلامك. حضرتك بتكلمي انا بسمعك. انا بتكلم حضرتك بتسمعيني وبنبحث عن الحق. ده اسمه حوار. اول ما كل واحد فينا متمسك برأيه ومش سامع التاني ومش مدينه فرصة بقى اسمه جدال. عندها اترك الجدال. سيدنا النبي يضمن لك قصر فين؟ في اسفل الجنة. اترك الجدال عشان ما نوصلش للخصومة. طب يلا نشوف القصر اللي في وسط الجنة. اما ناخد استاذ اشرف. استاذ اشرف اتفضل. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم انا لي اخ من الاب وهو مريض. هو كبير في السن 64 يعني 74 انا اسف. وانا برضو كبير في السن يعني مش من يديك الصحة. وولاده سايبينه خالص وهم دول برا وعايشين برا. وانا المتولي هنا رعيته. مش رعيته المادية ولكن رعيته العلاجية يعني. هو يعني محدش معاه خالص وهو بيصرف على نفسه. انا مش بصرف عليه ماديا يعني. ايوه حضرتك بس بترعاه. بالظبط. هل انا بس طبعا يعني انا برضو كبير وبعدين برهق في العمل يعني انا دلوقتي معاش. فهل انا لي الحق ان انا ممكن اخد منه من البال بتاعه كنوع من انواع الخدمه زي ما انا بجيب له ناس يخدموه ولا لا؟ ودي انا يعني خايف منها جدا. انا طبعا هو عرض على حضرتك. هو لا لا لا, لا. انا ما طلبتش كمان. حاضر حاضر. اشكركم. نورتنا يا استاذ اشرف. فضلت الشيخ خلينا نجاوب استاذ اشرف وبيتكلم على انه اخوه مريض وهو يعني متولي امره في العلاج في الاهتمام بيه لكن ما بيصرفش عليه. بيسال دلوقتي ينفع ان هو ياخد اجر منه زيه زي اي حد بيخدمه؟ رقم واحد برساله لاولاده اتقي الله في ابيكم واللي بتعملوه النهاردة يتعامل معكم بكرة إن خيرا وإن شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرسالة الثانية بنقول لهذا الأخ الكريم اللي بيخدم أخاه لك الأجر والثواب ولك عظيم الرضا من الله تبارك وتعالى ولك أجر عظيم جدا جدا فحاول ألا تقصر معه. رقم ثلاثة بالنسبة لموضوع الأجر يتم الاتفاق عليه. يعني لا يجوز له أن يأخذ دون علم أخيه. إنما أن يتفق مع أخيه على هذا الأمر لا مانع. وإن اتفق على ذلك لا مانع إطلاقا. وإن أخوه قال له لك في الأسبوع كذا أو لك في كل شهر كذا يعني هو يطلب منه؟ طبعا يتكلموا مع بعض. إذا كان ولا سيما إذا كان محتاج ولا سيما إذا كان منقطع ولا سيما إذا كان تعبان ممكن يكون بياخد وقت طويل وخاصة أنه رجل كبير يجوز أنه يتكلم مع أخيه ولا سيما إذا كان الأخ الأكبر ماديا كويس وأخوه التاني بيخدمه وبيعمل مجهود ومعاه ودايما إيه المانع؟ حتى احنا كده نقول إيه المليان يكب على الفاضي. وده بيستفيد وده بيستفيد. يتكلم معاه أخويا فيه كذا 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 وأنا معاك بوضوح وصراحة لكن دون علمه لا يجوز. طب أخيرا النقطة الأخيرة لو جه وقت من الأوقات وأحس أنه مش قادر لأنه برضو سنه كبير يجوز لهم هما الاثنين يتفقوا مع حد يجي يبقى يقعد معاه ولو مدة زمنية متقطعة خدمة له بنديهم الصح والعافية. يبقى أول قصر من قصور الجنة فأسفل الجنة إننا نسيب الجدال مع بعض. مظبوط. تمام. تاني بقى درجة. تاني قصر القصر اللي في وسط الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا زعيم بيت في وسط الجنة.
لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ما كدبش حتى لو بهرج، ما كدبش حتى لو بقول نكتة. المؤمن لا يكذب أبدا، لأن الكذب أفجر الفجور. إنما الأصل اللي في أعلى الجنة بعد ما هناخد مدام فاطمة ونقول مدام فاطمة فضلني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة ام كريم؟ الحمد لله بخير. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. انا كلمتك امبارح. عارفة طبعا، حدش بيقول لي ام كريم غيرك. الله يعطيك الصحة يا رب، عشان بحبك بقول لك كده حبيبتي. ايه عامل عمو رمضان؟ الله اهلا بيك يا استاذة فاطمة. فاكر يا عمو رمضان الست قالت لك انت بابانا من 5 شهور كده؟ فاكرها الحلقة دي؟ لا مش فاكر، قوليلي. الست قالت لك ان انت بابا وكده، بنحبك زي بابا. اه ربنا يرضيك. ايوه افتكرت. انا نفس احساسها والله. الله يسعد قلبك يا بنتي ويكبر خاطركم. الله يعطيك الصحة. ويرضيكم وما يكسر لكم قلب ابدا. الله يعطيك الصحة. كنت فين الاسبوع اللي فات؟ ايه؟ وحشتنا كتير والله. فين الاسبوع اللي فات؟ كنت عند حبايبي في سيوة. وحشتنا والله، كنت خايفة اكون مشيت. لا مشي ايه وعايش يروح فين؟ لا ده بيتي ده. ربنا يرضيك ويكبر خاطرك يا فاطمة. بنحبه جدا والله. الله يسعد قلبك يا بنتي. طب ينفع اقول لك بابا رمضان؟ اي طبعا يا سلام على دماغي من فوق. الله يخليك يا بابا. ربنا يسعد قلبك ويرضيك ويكبر خاطرك. انت على دماغي يا بنتي، روحي ربنا يا رب كده ما يكسر لك قلب ابدا. الله يخليك. معاك بنات؟ انت وخدي رقم تليفون بقى فضيله الشيخ وتكلموا مع بعض براحتكم. عندك سؤال يا فاطمه؟ انا بحب بقول له كده. اه عندك سؤالين بس. سؤالين بعد اذنك. قولي يا حبيبتي. في القران ايتين بيقولوا تبع الطفل الرضاع وحملوه وفصلوه 30 شهرا، وفي آية تانية بتقول وفصلوه خلق في عامين، الفرق بين الاثنين؟ حاضر. معلش السؤال الأخير الله يخليك. قولي. فيها واحدة قالت لي إن الأحاديث لو الواحد حفظها أحاديث النبوية عليها ثواب، صح الكلام ده؟ حاضر. طيب نفسر لها الآية بقى. هي بتتكلم على آيتين. الآية الأولى وحمله وفصاله 30 شهرا، الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية وحمله وفصاله بتتكلم عن حاجتين، الحمل والفصل. الحمل حمل المرأة لجنينها، الفصل انفصال الجنين عن الأم ومدة الرضاع. يبقى هنا الآية بتقول لي إنه الحمل والرضاع 30 شهر. الآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن بتتكلم عن الرضاع فقط. فهنا بيتكلم على الحمل والرضاع، وهنا تتكلم عن الرضاع فقط. تمام. طيب حديث نبوية لو حفظناها بيبقى عليها أجر وثواب؟ مؤكد عليها أجر وثواب، لأنها تعلمني المنهج وتوضح لي الطريق وتعرفني بالصراط المستقيم، وتعرفني سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفني سيرته، تعرفني أخلاقه. طب حفظته بالنص أهلا وسهلا، ما حفظتوش بالنص أول أو كما قال صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام. نجيب تانية من الأول كده، من أول ثلاث قصور. حلو، يلا بينا. عايز ثلاث قصور في الجنة؟ أول قصر في أسفل الجنة. أعمل إيه؟ ابعد عن الجدال حتى وإن كنت محقا. ألف مبروك لك قصر في الجنة. لو عملت كده لك قصر كل يوم ما تجادلش، يعني الموضوع وصل للجدال بينك وبين زوجتك بلاش عشان ما نزعلش من بعض، بينك وبين ابنك بلاش، بينك وبين صاحبك بلاش، عشان لأنه الجدال بيوصل إلى الزعل والخصومة والشحناء والبغضاء. الجدال اللي هو كل حد يتمسك برأيه ومش سامعين بعض ومش بندور على الحق، دي نقطة مهمة. طيب إيه؟ أنا عايز قصر تاني، أنا طماع. في قصر في وسط الجنة. طب يا رسول الله لمين؟ قال لي لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، لا تكذب حتى وإن كنت تمزح. منهج كده، المؤمن لا يكذب أبدا. اللي بيكذب من المؤمنين عنده إشكالية في إيمانه، المؤمن مش ممكن يبقى كذاب. يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ الآه. أيكون المؤمن بخيلا؟ الآه. أيكون المؤمن كذابا؟ ألا يكذب المؤمن أبدا، لأن الكذب أفجر الفجور. صحيح. طيب يبقى اللي مش هيكذب حتى لو بيهرج ده له قصر في وسط الجنه. اصل الكذاب جبان قوي، ولا يكون صاحب ولا يكون زوج ولا يكون زوجه ولا لا. طب يلا بينا، انا عايز قصر بقى على ربوة عالية قوي في الجنه. في اعلى الجنه لمن يا رسول الله؟ قال لمن حسن خلقه، اللي عنده اخلاق طيبه. طب يلا لخص الموضوع، الاخلاق الطيبه حسن الخلق شيء هين، وجه طلق لسان لين. خلصنا ببساطه بس كده. ايه حسن الخلق يا اخي؟ وشك مفروض في وش الناس، النكد والتكشيره اللي انت فيها دي، ولسانك حلو. ما تقوليش اصل انا عندي صراحه، بين الصراحه والوقاحه شعره. ده
ده رايحين للي بيقول أنا ربكم الأعلى. ربنا بيقول لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له إيه قولا لينا. ده اللي قال أنا ربكم الأعلى جاي تقول لي طوب من بقك وتقول أنا عندي صراحة؟ لا، وش مفروض كلمة طيبة. هذه أخلاق. إحنا مش هنسع الناس بأموالنا ولا هنصرف على الناس، الناس لها مننا إيه؟ وش مفروض في وش الناس وكلمة حلوة. قصر بستنيك في أعلى الجنة. هذه الثلاث أصول يا هانم. طيب ناخد نجلاء ونكمل. مدام نجلاء اتفضلي. اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك ويخليك يا رب، انا بحبك قوي قوي. ربنا يخليك يا حبيبتي، كتر خيرك. ربنا يديك الصحه، وانا نفسي بس تشوف يدعي لي ويدعي لاولادي. ربنا يخليك يا رب. حاضر يا فندم، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يكبر خاطرك. ربنا يديك الصحه. امين يا رب. امين يا رب. انا طالبه من شيخ يدعي لي تدعي لاولادي. حاضر ليكي ولولادك ولكل المشاهدين حبيبتي. أسأل الله عز وجل ولكل المشاهدين ولكل المصورين ولكل العاملين في هذه القناة وللأستاذة لمياء ولادها وكل الناس اللي شايفيننا واللي مش شايفيننا، أسأل الله عز وجل أن يفتح لكم الأبواب. أمين يا رب. وييسر لكم الأسباب ويرزقكم بغير حساب، يجعل رايتكم مرفوعة وكلمتكم مسموعة. اللهم آمين. أمين أمين يا رب. دعاء حلو خالص. دي مقصورات. أي أيوة والله دعاء جميل. ربنا يتقبل يا رب. أمين يا رب. الإحسان. الإحسان قلنا أربع معاني هنا. المعنى الأول الإحسان بمعنى الإتقان، لما تعمل حاجة عملها كويس. الإحسان بمعنى المراقبة، خلي بالك شوف ربنا في كل كلمة بتقولها، في كل لقمة، في كل شربة، في كل نظرة، في كل غضب، في كل رضا. طب مش شايفه؟ هو شايفك. الإحسان بمعنى حسن الخلق. الإحسان بمعنى الصدقات. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أدي المصطلح، تحرير مصطلح الإحسان في القرآن والسنة. أربعة معاني. نعم. ناخد التليفون ونكمل. تفضلي. مدام فاطمة. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. تبارك الله وربنا يحميك. ربنا يخليك كده منوره الشاشه ومنوره قلوبنا كلنا. ربنا يخليك يا رب. امين. نور عينك بنور الايمان. امين يا رب. امين يا رب. كتر خيرك. اللهم امين. سلامنا لفضيله الشيخ. الله يسلم سعادتك. تبارك الله. اللهم أزيدك. امين يا رب. اللهم أزيدك محبة، اللهم أزيدك عفو، اللهم أزيدك إحسان، واللهم أزيدك من العلم والنور والمحبة والرضا. اللهم بارك لك. امين. فرح قلبك زي ما بتفرح يا رب. قلوبنا وليك اضعاف زاد. قلوبنا. امين يا رب. امين يا رب. بسأل حضرتك فضلتك بعد اذنك دلوقتي، انا عندي في ظهري جنينه فيلا مش بتاعتي، سكان اللي ورايا. فجبت خرطوم وقطعت فلوسه من معاشي وبقيت اسقي الزرع. الزرع ميت بيموت، نخل و هم مش عايشين فيها يعني؟ عايشين فيها ومش عايزين يسوق. المهم فوجئت ان هم شدوا الخرطوم وجرقوا لي البيت. طلعت اشوف ايه، لقيت الراجل صاحب الفيلا بيدعي عليا وربنا ينتقم منك وحسبي الله ونعم الوكيل. ليه يا مدام فاطمه؟ انا مش عايزك تسقي زرعنا، احنا حرين في بيتنا. قلت له اتقي الله، ده روح، انت كده بتموت روح. بقى لها كام سنه؟ 3 سنين عمرك ما حطيت فيها ميه. انا قطعت من معاشي وانت سرقت الخرطوم بتاعي. قال لي مش هتاخديه، وطبعا قال كلام مش كويس وبهدني وانا كنت محترمه. قلت له يعني راعي الله في الفاظك وما ينفعش انا ليا ثواب، انت كده. قال لي انا مش هسقي الزرع وانا حر في بيتي. فهل دعاءه ده يجوز عليا ولا انا ليا ان انا برضه ربنا حسب لي الصدقه اني انا سبت قلبي عطف على الزرع اللي بيموت ولقيته من ميتي مش من انا اللي بدفع حق الميه بتاعتي. فهل دلوقتي دعاء يقول؟ وهل انا فعلا تعديت عليه ولا انا سقيت الزرع زي ما ربنا بيقول كل نقطه فيها صدقه؟ حاضر. وفي سؤال تاني بعد. اتفضلي. معليك يعني. دلوقتي الاخوات في الرضاعه هل فيهم صله رحم مثلا؟ ولا لما يكون اخ في الرضاعه يقسى على اخته ويقطعها؟ ومع ان الام كانت بتحبها جدا جدا وكانت موصيه الاخوات كلهم عليها، ورغم كده هم ما عملوش باي وصيه وقهروا البنت ديت وقالوا عليها كلام شنيع لا يقبل في شرف ولا في شرع ولا في دين. بس عايزه اسال ايه الحكم؟ ايه
حاضر حاضر. وبشكركم جدا. نورتينا يا مدام فضل. ربنا يعزك ويعزك يا فضيلة الشيخ. الله يكبر خاطرك. الله يكبر خاطرك وينجيك. أمين, أمين يا رب. أمين. أمين يا رب. نشكرك يا مدام فضل. طيب عشان احنا عندنا دقيقة على الفقرة. هي دلوقتي التصرف اللي هي عملته في ان هي سقت الزرع بتاعها. اول حاجه لها اجر وثواب عشان سقت الزرع, تاني حاجه لها اجر وثواب عشان بتعمر الارض, تالت حاجه فعلا الزرع يا جماعه بيحس بينا. الزرع اخبرنا القران الكريم انه بيسبح, تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبحوا بحمده, النجم والشجر يسجدان, والنجم هنا يعني الزرع الذي لا ساق له. طيب فرقم أربعة دعاء عليها لا يستجاب لأنها من الظالمة, وفقط كان ينبغي أن قبل ما تعمل كده كانت تستأذنهم. ليه؟ لأنه ده حاجتهم خلاص, هم أحرار مش عايزين يسقوها, مش عايزين يعمروها, مش عايزين يجملوها, هم أحرار, كان ينبغي أن هي تستأذن منهم, سلام عليكم يا جماعة اعملوا في الجنينة كذا اعملوا كذا, هم وافقوا أهل المسألة ما وافقوش لا حرج عليهم, هم أحرار. لكن هي ليست آثمة ودعاؤه عليها لا يستجاب لأنها ليست ظالمة. تمام. طيب الأخوات في الرضاعة هم صلة رحم. أيوة طبعا. على بعض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وفي أم من الرضاع وإخوات من الرضاع وزيهم زي النسب بالضبط, ينبغي أنهم يصلوا أرحمهم ويتقل في إخواتهم لأنها أخته ومحرم عليه تحريما أبديا, فيتق الله فيها ويصل رحمها. وزي ما هياخد ذنب لو قطع رحم الأخت من النسب الصلبية, هياخد نفس الذنب لو قطع رحم الأخت من الرضع. فضلت الشيخ, الصدقة هي الشيء الوحيد اللي بينفعنا في آخرتنا, وهي الحاجة الوحيدة بتنفعنا برضو في دنيتنا. يعني اللي عايز ربنا يشيل عنه الابتلاءات سواء كان في بيته أو في أولاده, ويبعد عنه الأمراض, يوفقه في شغله, في كل خطوة بيخطيها يكرمه في حياته, كل التفاصيل الجميلة الحلوة اللي فيها يعني سكن وسكينة هي بسبب الصدقة طبعا. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم إنه من معاني الإحسان الصدقات, وهي تجعلني من المتقين وتدخلني جنة رب العالمين. فين ده؟ قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتلاحظي حضرتك إن الصفات دي وقعت ما بين اتنين, أعدت للمتقين والمحسنين, يبقى كأنه هذه الصفات تجعلني من المتقين ومن المحسنين. من معاني الإحسان إن أنا أنفق في السراء والضراء, من معاني الإحسان أن أحسن إلى أسيادنا الفقراء, من معاني الإحسان أن أتصدق, من معاني الإحسان تبقى صدقة مادية ومعنوية. مادية أنفق في السراء والضراء وأعطي لله عز وجل, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن معاني الإحسان أن أحسن إلى أسيادنا الفقراء. قال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى أنا محتاج في معنى الإحسان عند الصدقات حاجتين, الإحسان المادي والإحسان المعنوي. الإحسان المادي بأن أعطي أسيادنا الفقراء. طب والإحسان المعنوي؟ أنا أعطيه ما يكفيه ويكفي جسمه, وأعطيه ما يكفيه ويكفي قلبه وروحه. لأنه أنا محتاج أن أحسن إلى الجسم بالعطاء المادي, وأن أحسن إلى القلب والخاطر والشعور والروح بالإحسان المعنوي. هو الإحسان يعني من ضمن المفهوم بتاعه العطاء؟ أي طبعا. حتى يقول لك إيه اديله حسنة. فسرها لي كده يعني, قول لي الإحسان يشمل إيه وإيه وإيه؟ يشمل أربعة, يشمل الإتقان, يشمل المراقبة, يشمل حسن الخلق, يشمل العطاء. الأربعة. وحسن الخلق لوحدها بتشمل كل الحاجات الكويسة. كل ده من أول الإتقان للمراقبة لحسن الخلق للعطاء. فأنا لازم أخلي بالي قوي من الإحسان المعنوي, من الإحسان الشعوري, من الإحسان إلى قلب سيدنا الفقير, إن أنا أحسسه إن هو على راسي من فوق, إن أنا أحسسه إن أنا مش بديلك من مالي ومن رزقي, ده من الله عز وجل, إن أنا أحسسه إن وجودك نعمة في حياتي. لما كان أحد أساتذتنا علمني حاجة حلوة قوي,
لما ربنا بيقول للمسلمين يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان أحد العلماء وبعدين نسخ هذا الحكم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فكان أحد العلماء علمنا أن أنت يوم الجمعة هتناجي ربنا والله عز وجل أولى أن تتصدق بين يدي مناجاته. فما أجمل إنك تتصدق بصدقة قبل ما تقول درس، قبل ما تطلع على شاشة التلفزيون، قبل ما توقف على المنبر، قبل ما تدخل اجتماع مهم. ده للكل لأن ده بيفتح الأبواب ويسهل الأمور والأسباب. فأحد الناس من أساتذتنا يقول كنت أخرج من بيتي في حد كده من أسيادنا الفقراء قاعد في مكان معين، أعدي أديله الصدقة وأتوكل على الله أروح أخطب جمعتي. فجيت في يوم من الأيام وسوس إلي الشيطان وضحك علي وغلبني، فقال لي ما يمكن مش مستاهل، يمكن مش محتاج، أشوف حد ثاني، شوف حد ثاني يمكن أحوج منه. يعني ضحك عليه بالنقطة دي لأنه الشيطان مش هيقول لي أبدا على حاجة وحشة أنها وحشة. ذلك ربنا يقول إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر. هو الفقر وعد ولا وعيد؟ ده وعيد وسماه وعد. طب الفرق بين الوعد والوعيد إيه؟ الوعد بالخير والوعيد بالشر. أعوذ بالله. أيوة، الوعد بالخير والوعيد بالشر. فالفقر شر، طب سماه وعد ليه؟ لأن الشيطان يزين المعصية، يزين الشر، ولو ما زينوش محدش هيبص له، ما هو لو وحش محدش هيبص، فبيضحك عليك. يقول فتجاوزت هذا الرجل، وبعدين سبحان الله أول ما تجاوزت أحزنني، ما خلاص بقى كده إيه، أنت وقعت في شبكته. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وألقي في قلبي أني لن أجد حد، مش هيلاقي. فعلا بقيت ماشي وبمشي بالراحه قوي، ابص يمين ابص شمال عشان الاقي حد من اسياد. هتلاقي الراجل ده منتظر، وربما يكون منتظره فعلا. يقول لحد ما وصلت الى المسجد مش لاقي حد، لحد ما طلعت المنبر مش لاقي حد، وانا في منتهى الندم. فانت ما تعرفش طبعا الخير فين، صح، وما تعرفش اللي في جيبك رزق مين، واللي يجي في طريقك ما تقولش لا اعديه يمكن الاقي حد محتاج اكتر، لانه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جابه في طريقك، اذا هو محتاج. ومع وجوب البحث والتحري عن المستحقين طبعا من خلال الجمعيات الموثوق فيها واللي بتعمل ابحاث ودراسات. صحيح. نعم. من أفضل الصدقات واللي ليها أجر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى هي سقي الماء. أي شيء بقى؟ طبعا هو سقي الماء من أعظم الزكوات الجارية والصدقات الجارية، فهو باب مهم جدا جدا وباب عظيم وملف كبير ومدروس، والجمعية لها فيه خبرة كبيرة جدا جدا، ولا سيما في الحر الشديد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الماء وإنها أساس الحياة. قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال الله عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر. لفت نظري باب الريان مرتبط بالساقي، لفت نظري حوض الكوثر في الحوض الشريف في عرصات يوم القيامة برضو سقي الماء. قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لفت نظري نهر الكوثر في الجنة، إن أعطيناك الكوثر. فواضح إن موضوع المية في غاية الأهمية. لا، والجميل كمان في الرشز اللي شفناه دلوقتي إنه يعني محطة تحلية وجنبها مسجد. بالضبط، ما هي ده بيكملوا بعض. هو دايما جمعية البر والتقوى بتدور على الأماكن اللي تستحق وتبقى في دراسة كاملة وتستثمر وتعمل الحاجة اللي تليق ان احنا نقدمها لأسيادنا الفقراء. فمسجد ده من أعظم الصدقات الجارية. المسجد احتاج مية نقية ونظيفة، محطة تحلية كبيرة وعملاقة، من يريد أن يتوضأ يجد، من يريد أن يشرب يجد. ففي تكامل غير عادي من هذا الأمر، سواء كان من المسجد أو من محطة المية. واللي يشارك حتى لو بشيء بسيط، لأنه لما حد بيشوف محطة تحلية يقولك دي محتاجة فلوس كتير. طبعا هي بتبقى محتاجة مبالغ كبيرة جدا، لكن هو الفكرة أنه مش فرد هو اللي عاملها. يعني حتى الأسامي اللي مكتوبة هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من أسامي للأشخاص اللي موجودين على قيد الحياة واللي متوفين. ده من أعظم أعمال جمعية البر والتقوى، إنها بتعمل استثمار الصدقات أو استثمار الزكوات. إحنا بعتني لها زكاة، زكاة ما كانت قليلة، هي قليلة من هنا وقليلة من هنا وقليلة من هنا، تكسر عند التجميع. الواحد لوحده ممكن ما يقدرش يعمل طبعا محطة تحلية كاملة، ممكن واحد لوحده ما يقدرش يعمل بير نموذجي لوحده، فيجمع
فيتعمل عمل عظيم جدا والكل مأجور والكل مثاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فاتقوا النار ولو بشق تمر. أبسط 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 حاجة. المهم أنك تتعلم العطاء، المهم أنك تتعلم الصدقة، المهم أنك تتعلم جبر الخاطر. يعني طول عمرنا نعرف أنه إحنا مشاركتنا ولو بشيء بسيط جدا داخل المسجد ليها أجر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن جمعية البر والتقوى ما خلتش المساجد بس هي لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وللصلاة، ولكن كمان عملت جزء تثقيفي لتعليم القرآن الكريم، جزء للمسنين، جزء ممكن يكون فيه رعاية طبية، يعني بقى موضوع يشمل حاجات كتير جدا. الحمد لله رب العالمين. في مصر طفرة عظيمة جدا من الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى، تطويرا وبناء وتجهيزا وفرشا. جزا الله عز وجل كل من يفعل ذلك وكل من يساهم في ذلك. ومعنى من المحاضرات والخطب والندوات والدروس وتحفيظ القرآن الكريم، شيء عظيم جدا جدا. فكل من يساهم مهما كانت المساهمة قليلة له الأجر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ربنا يتقبل منا الكل. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي: لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.